مشاهدي الحياة الآن، أهلا بكم إلى هذه التغطية الإخبارية تأتيكم على الهواء مباشرة، ونبدأها معكم بأهم العناوين. بدء تفعيل إعلان الطوارئ وحظر تجوال بسيناء اليوم، والحكومة تبدأ إطلاق المياه في ترعة السلام العام المقبل لزراعة 420 ألف فدان. النيابة تبدأ التحقيق في إصابة 600 شخص بالشرقية، وتأمر بتحديد هوية مروجي شائعة تسمم المياه، والمحافظ يغلق جميع المحطات. البابا توادروس يعود للقاهرة اليوم بعد المشاركة في إحياء ذكرى إبادة الأرمن على يد تركيا، ويبدأ جولة أوروبية لحضور مؤتمر أساقفة المهجر الخميس المقبل.